على بركة الله غنبداو أولى فقرتنا معكم مستمعينا الكرام ومع ضيفتي الدكتورة الباحثة في مجال التغذية أسماء زريول. أهلا بك أسماء وصباح الخير. أهلا حليمة وأهلا بالجميع. مرحبا بك أسماء. دائما في إطار التغذية والحديث حول بعض الأطعمة المفيدة للصحة ديالنا، فاختارينا اليوم نتكلموا على خمسة الأطعمة للرفع من مخزون الحديد. الناس اللي كيعانيوا من الأنيمي، وخاصة اليوم ولينا أسماء تنشوفوا الكثير من الناس تعانيوا من نقص الحديد، سواء كانوا ناس كبار أو صغار. نعم أكيد طبعا، نقص الحديد ماشي بزاف ديال الناس، راه عندنا واحد النسبة مهمة مازال كتعاني من فقر الدم. خصوصا يعني حسب الإحصائيات نساء في سن الإنجاب، لأنهم كيحتاجوا أكثر من غيرهم لكلشي كيحتاج الحديد، ولكن هذه الفئة بالضبط هي حساسة جدا لنقص الحديد. نعم. فبالنسبة للأغذية مزيان أننا غنعطيهم بالضبط الأغذية اللي هي مفيدة، لأنه هو كنسمعوا بزاف ديال الوصفات، بزاف ديال الطرق اللي كيتكلموا عليها وتيقولوا راه الحديد راه فيها الحديد، دير هاد الوصفة دير هاد الوصفة. نعم. إذا بطبيعة الحال غادي نشوفوا معك شنو اختاريتي اليوم، وأنا متشوقة نتعرف على الخمسة ديال الأطعمة اللي اختاريتي لنا في هذا الصباح. هي قبل ما ندوزوا الأطعمة نبغي فقط نوضحوا واحد النقطة إذا سمحتي أسماء. واش ملي تنقولوا الرفع من مخزون الحديد هو النقص في الحديد، يعني واش يعني نفس الحاجة؟ شوفي، هو الحديد إلى درنا الخزان بحال الطبيب عطى الخزان ديال الحديد وكان ناقص، فهذا معنيتها انه الانسان مريض، يعني من نقص يعني الحديد. غير هنا كنبغي دائما يعني نوضح اننا حنا هنا كنتكلموا على نقص الحديد بالدرجه الاولى اللي ناقص على نقص التغذيه. نعم. لان ماشي كل شيء، ماشي اي شخص تم تشخيصه بنقص الحديد ولا الانيميا. هي الانيميا راه ممكن يكون حيت الاسباب ديالها تقدر تكون اسباب اخرى. أيه. مثلا نزيف في بعض الاماكن من الجسم، نعم. الدوره ولا هما كلهم كيحتاجوا اون بون بريزون اليمونتير، يعني اننا نتهلاو في الماكله ديالنا. ولكن بالضبط الفقر الدولي تيكون ناقص على التغذيه، هذا بالضبط العلاج ديالو هو الدواء الى كانت الحاله جد متقدمه. أيه. وهذه تهي من ضروري أننا نستر عليها. ترى بعض الحالات كتكون يعني النسبة ديال الخزان ديال الحديد راه تقارب واحد جوج، يعني كتكون هابطة بزاف. غادي يعطي الحديد لأنه غيبغي يطلع ليه نسبة الحديد هذيك الساعة، وربما يعطي حتى الحديد كإبر. حسب كل حالة، لأننا محتاجين الحديد يطلع في الأغزان، يعني الاستعجال. نعم. الحاله كتكون مستعجله. ما غاديش نتسناو حتى الحديد يطلع راسو وتوقع لينا شي مضاعفه. احد المضاعفات ديال نقص الحديد، لا. خاصنا يتحل المشكل وبعدها تتبدا البريزون شارج نوتريسيونيل. اذا كان الانسان مثلا نسبه الحديد عنده مثلا 10 11 12، يمكن يقدر الطبيب ما يعطيهش الدواء، يعني ما يعطيهش المكملات الحديد، يقول له سير قد الماكله ديالك لان الحاله ديالو كتحمل. نعم. فهذه فقط رساله للناس اللي ما تيبغوش ياخذوا مكملات الحديد، ولا تيمشيو مثلا بعض الوصفات تيقولوا ربما هي افضل واحسن، ربما تساعد نعم على تدارك هاد فقر الدم. وبطبيعه الحال كيف ما قلتي كاين الناس اللي ما كيبغوش ياخذوا الدواء ديال فقر الدم او ديال الانيمي، لان غالبا الدواء ديال فقر الدم كيدير بعض ما نقولوش مضاعفات، ولكن بعض الاعراض الجانبيه على مستوى، خاصة على مستوى الجهاز الهضمي. نعم طبعا حليمة. لهذا احنا ديما تنقولوا لهم قبل ما توصل مثلا مخزون الحديد مستويات هابطة، كل مزيان
نعم بكل بساطة. نعم بكل بساطة مزيان باش ما تغطش نهائيا للدواء. نعم باش يكون دائما الحديد، ولا سيما وحنا تنعرفوا الدور المهم جدا ديال الحديد أسماء في الجسم ديالنا، بحيث أن يعني الناس اللي عندهم نقص في الحديد ما يمكنش ينتجوا ديك المادة ديال الخلايا ديال الدم الحمراء اللي هي اللي كتنقل لنا الأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم. فالحديد عنده واحد الدور مهم جدا. واخا أسماء نمشيو لأولى الاختيارات ديالك، شنو اختاريتي لنا؟ شنو هي يعني المكون الأول اللي اختاريتي أسماء بالنسبة لفقر الدم؟ أول مكون بطبيعة الحال غيكون هو الكبدة. الكبد نعم الكبدة أول المصادر الكبد. وحنا الكبد ما كنبغيش نعتوه بزاف ولا نصحو به بزاف. ولكن يعني علاش دابا علاش ما كنبغيش نصحو به؟ لأن كنعرفو أن الكبد في أغلب يعني الثدييات هو اللي كيصفي لينا للتوكسين من الجسم. إذا إلا كنا غنشريو الكبدة غير من السوق، كبدة عادية إيتو، فيعني ناخدوها مرة في السيمانة، مرة في 15 يوم، مرة في 10 أيام ماكسيموم. نعم باش ما ناخدوش العدوى ربما اللي كتكون يعني ربما كتكون يعني في الكبد ديال حولي. نعم أكيد. نعم عندنا اللي اختاريته او تاني، شوفي انا غادي نختار تقريبا غير المصادر الحيوانيه، لان ثاني مصدر هو اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء نعم اللحوم الحمراء، وخصوصا اللي كانت مثلا الكفته غير ديال الكفته غير ديال الهبره مطحونه. اييه ما فيها حتى شي حاجه اخرى. نعم فهذه كتكون يعني فيها نسبة مهمة من الحديد، وهنا لا في الكبدة ولا في اللحم الحمراء كتلقى الحديد اللي هو كيتسمى إيمينيك، ما عرفتش بالعربية كيفاش نقولها، ولكن هو الحديد اللي الأصل ديالو حيواني واللي نسبة الامتصاص فيه كتكون عالية بزاف. نعم رحنا كنلقاو في بعض المكونات الأخرى نسبة ديال الحديد كنقدروا نلقاوها، ولكن النسبة ديال الحديد اللي كتكون تما ما كيكونش امتصاصها بحال الحديد اللي كاين في اللحوم. اللحوم الحمراء. نعم ما كيكونش نفسها، لهذا حنايا كنصحوا بها، ولكن بالدرجة الأولى عندنا الكبد واللحوم يعني اللحوم الحمراء. اييه اذا الكبده اللحوم الحمراء كيف ما قلتي، وخاصه ناخذوا الكفته وما نحاولوا ما نخلطوهاش مثلا بالشحمه، وهذا تكون يعني خام. المكون الثالث اسماء؟ المكون الثالث غادي نهضروا على شنو كنسميوهم ماشي فواكه البحر ولكن المحار. المحار نعم وسبيسيالمون دوك اللي كيكونوا عندهم يعني القشره قاصحه. يعني اللي كنحلوها بحال البوزروق وغيره، بوزروق لي زويتخ. نعم فالنسبه ديال يعني النسبه ديال الحديد فيهم كتكون عاليه عالية جدا. غير هو هاد الأنواع هادي علاش حنا مكنذكروهاش بزاف ولما كنكلموش عليها بزاف؟ لأن حنا ما ناكلوش واحد صعيب ناكلو تا 50 غرام من المحار. فهمتيني؟ يعني ماشي واحد الغذاء اللي هو متناول عند الجميع واللي يقدر كلشي يستهلكو، لهذا حنا ما كان زعما ما كنتكلموش عليه. هو كاين ولكن ما كنتكلموش عليه. اييه اذا هذه المصدر الثالث. نعم نجيو دابا المصدر الثالث الرابع اللي هو اللبس واللوبيا والقطاني. اييه القطاني بصفه عامه اللي هي كتعتبر يعني من المصادر، ولكن بحيث انها كتحتوي على نسبة مهمة، ولكن مشكلتها أنها كتكون معها يعني نسبة امتصاصها ما تكونش عادية بحال اللي كاينة في اللحوم الحمراء وفي الكبد. نعم. إذا بقى لنا مكون واحد أسماء، المكون الخامس. نعم بالنسبة للمكون الخامس غادي نتكلموا على يعني بتاو ما كنتكلموش عليه بزاف، اللي هو الشوكولات. شوكولات الكحل.
يعني الشوكولا نوار. الشوكولا نوار اللي فيه نسبة عالية من النسبة عالية من الكاكاو. تهو فيه واحد نسبة جيدة من الحديد، ولكن ما كنعتبروش مثلا كمصدر ولا يقدر أن الإنسان يستهلكه، لأنه ما يمكنش يتم استهلاكه يوميا وبكميات كميات كبيرة. لهذا دائما نسمعوا شي حاجة هي مصدر للحديد وفيها نسبة كبيرة الحديد، شوفوا عمليا واش نقدروا ناكلوها. هنا عطينا المصادر ديال الحديد حسب الغنى ديالها. يعني حسب كل 100 غرام من ملي غرام مثلا ديال الحديد، فكان هذا هو الترتيب اللي اختاريته شخصيا. كيبقى نوضحوا ان بزاف ديال الناس كتخوف مثلا من اللحوم الحمراء تماما، وكتقول ما يمكنش لا هو الحديد وغادي نخاف. اللحوم الحمراء إذا تناولناها في إطار نظام غذائي صحي وخديناها جوج حتى ثلاثة المرات في الأسبوع بالنسبة للنساء مثلا في سن الإنجاب ولا اللي كيعانيو من فقر الدم بشكل كبير، ما غاديش تضرنا. هذه خصنا ناكلها في إطار نظام غذائي صحي، وهذه ضروري أصلا باش هاد الأغذية تاخذوا منهم، خاصهم يكونوا في إطار نظام غذائي صحي. إطار غذائي صحي. وغادي نعود معاك أسماء، خمسة الأطعمة اللي اختارتيهم لنا في هاد الصباح. اختارتي الكبدة، اللحوم الحمراء، المحار، القطاني، وشوكولاتة سوداء أو شوكولا نوار. بقى سؤال مهم جدا طرحه لك أسماء، لأن كما كتعرفي إحنا كاملين يعني المغاربة عزيزة علينا أتاي، عزيزة علينا القهوة، وتنعرفوا بأن يعني هاد ربما هاد النظام الغذائي اللي تيكون غني بالحديد ربما يقدر يمشي لنا إلا كنا كنتناولوا أتاي والقهوة بشكل الخاطئ. نعم أكيد، حتى دراسات محلية مغربية يعني قبل ما يبغيو مثلا ياخذوا ديسيزيون ولا ياخذوا قرارات يعني لي ريكومونداسيون ولا كيفاش غينصحوا الناس، دارت دراسات عديدة ولقوا ان استهلاك الشاي من بين الاسباب ديال فقد الدم في المغرب. وللاسف بعض يعني في السوشيال ميديا بعض المختصين اللي كيعطيو حتى نصائح ما كيلفتوش الانتباه لهذا الشيء، وبالعكس يقولوا مثلا ان الشاي ما نشربوش غير مع الاغذيه اللي كتعطينا الحديد من مصادر نباتيه، لانها كتزيد تمنع امتصاص هذا الحديد. لا، احنا اللي غنقولوا ان الشاي ما ناخذوه لا مع مصادر نباتيه ولا مع المصادر ديال الحديد الحيوانيه باش نضمنوا احسن امتصاص. نعم، اذا نحيدوا القهوه ونحيدوا اتاي في مره. لا، بعدا الشاي الشاي بعدا بوحده. الشاي ما ناكلوش دابا، ليدي سي كو ما نشربوش في المعاء وحنا كناكلوا اللحم وحنا ولا اللوبيا ولا العدس، يعني ما ندوزوش به. يمكن لينا نشربوه خارج يعني بعد الاكل بمده، ما عنديش المشكل، ولكن ماشي في الوقت ديال الاكل. نعم، ومطبيعة الحال دائما باعتدال وتوازن. شكرا جزيلا لك اسماء زريول على كل هاد التوضيحات اللي عطيتينا حول فقر الدم او الانيمي. خمسه ديال الاطعمه اللي كانوا من اختيارك هاد الصباح: الكبده، اللحوم الحمراء، المحار، القطاني، شوكولا نوار. واكيد غدا بحول الله لنا موعد اخر معك باش نتكلموا على موضوع اخر، واللي غادي يكون حول الاخطاء الشائعه ملي كنجيو نشربوا الماء. فغدا حديثنا غيكون حول الماء المعدني، وماء بطبيعه الحال اللي كنستعملوا جميع في ديورنا. غادي نشوفوا شنو هي الفوائد وشنو هي الاخطاء الشائعه. 49